السلام عليكم. إيران تعلن نجاح اختبار منظومة مرصاد 16 الصاروخية. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء نجاح اختبار منظومة الدفاع الجوي الصاروخية مرصاد 16 بإطلاق صواريخ على أهداف محددة مسبقا في الصحراء الوسطى في البلاد. وأوضح مساعد العمليات في الدفاع الجوي الإيراني العميد خوش لقب أن منظومة مرصاد مصنوعة محليا بشكل كامل، مؤكدا أن العمل سينتهي سريعا في جعلها قادرة على مواجهة الأهداف السريعة ذات الارتفاع العالي، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية. وأضاف العميد خوش لقب أن المنظومة الجديدة انضمت إلى شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد، وأصبحت تحت قيادتها للقيام باكتشاف الأهداف الجوية المعادية وإسقاطها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة قادرة على معالجة الأهداف السريعة وذات الارتفاعات المنخفضة. وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية بارو 373، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية إس 400 أو أفضل منها. من جهته قال قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي في إيران العميد قادر رحيم زاده خلال زيارة تفقدية لعدد من المنظومات الدفاع الجوي المختلفة في منطقة بندر عباس وجزر الخليج يوم بفضل الله عز وجل يقوم رجال الدفاع الجوي الشجعان بيقظة تامة بتنفيذ مهامهم الجادة في حماية أجواء الجمهورية الإيرانية وبجاهزية عالية. وأضاف رحيم زاده أن القوة المتخصصة في الدفاع الجوي من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية في المنطقة مستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.